لو كنت تستخدم في ويندوز 7 ونسيت الرقم السري للدخول للويندوز، فكيف ندير؟ على سبيل المثال أني عندي زوز يوزرز أو زوز أسماء مستخدمين، أول اسم مستخدم باسم أدمن وأنا نسيت الرقم السري، فنحاول بكل الطرق أني نتفكر الرقم السري ونضغط إنتر، يقول لي ما نقدرش، كلمة المرور غير صحيحة. لو كان بدلت مستخدم نفس الشيء جربت أحمد وبنحاول نجيب الرقم السري ما نعرفاش نسيته. فأنا كيف نكسر حاجز الدخول إلى الويندوز 7؟ كيف نكسر حاجز الدخول إلى ويندوز 7؟ أول شيء نبيك تتبع الخطوات. أول حاجة بنديروها اللي هي إعادة تشغيل الويندوز. بعد ما ندير إعادة تشغيل الويندوز ركز معاي في الخطوة اللي بنديرها مباشرة. ركز معاي في الخطوة اللي بنديرها الآن. بهي توا الجهاز يدير فيه بوت أب، نستنى شوية. لما يظهر لي النافذة ستارتنج ويندوز اقعد ضغط على زر الباور ثم افتح الجهاز من جديد، فيتسكر معك الجهاز ولما تفتحه يظهر لك اللي هي الخيارين هما. فلين بتوصل الخانة هذه لانك بيك تدير لانش ستارت اب ريبير ريكومندد، تضغط عليها انتر، تنتظر بعض الوقت. انا في الحالة هذه نبي نسرع في الفيديو شوية ما بين ما منحاولش نخليكم تملوا من الشرح، فننتظر بعض الوقت. تظهر لك الواجهة هذه، انتظر بعض الوقت لأن العملية تأخذ من 5 إلى 10 دقائق. تمام، ظهرت لك الواجهة هذه، اضغط على إلغاء الأمر. هنا نبيك تصبر شوي لأن الوقت لأنه بياخذ بعض الوقت من حوالي من 5 إلى 10 دقائق. تمام، بعد الانتظار من حوالي 10 دقائق لربع ساعة تظهر لك النافذة هذه، تضغط على السهم هذا ثم تنزل لأسفل لعند هنا اللي هو ملف التكست اللي هو هذا اللي بنديره فيه احنا الشغل متاعنا، تضغط عليه يفتح معاك النوت باد او المفكرة، تضغط على ملف ثم تضغط على فتح. هنا بيك اول حاجة تدخل على الكمبيوتر متاعك، هيظهر لك الأقراص، فيه اللي هو الفلوبي ديسك، فيه السي دي، فيه اللي هو البارتيشن اللي انت ناسخ فيه الويندوز او المكان اللي انت ناسخ فيه الويندوز. فعادة ما يكونش الحجم صغير يعني بالميجا بايت، يكون بالجيجا بايت اللي هو هذا، يعني واضح انه حيكون هذا. لاحظ حتى لو ضغطت عليه يظهر لك الويندوز، تضغط على الويندوز ثم من هنا ابحث على السيستم 32، سيستم 32 هو هذا، تضغط عليه دبل كليك ثم تعال لأي فولدر من هنا واضغط على زر اليو، ابحث على ملف اسمه يوتلمان. يوتلمان مازال أسفل، تضغط يو 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 كذا مرة، يوتلمان اللي هو هذا يوتلمان، تضغط على كليك الماوس الأيسر ضغطة واحدة حيقول لك غير اللي هو الاسم بتاعه. لكن قبل ما تغيره اضغط على كليك الماوس الأيمن ودير نسخ، غيره وزيد بحداه اللي هو انت تو درت اليوتلمان درت لها نسخ، فانت زيدها رقم 1 بحداه ثم اضغط انتر. بعد ذلك تضغط على حرف السي اللي هو نبحثه على ملف اسمه سي ام دي اللي هو كوماند برومت، سي ام دي نبحث عليه وفيها البسي سي اي اف جي اتش اي جي كي ال CMD اللي هو هذا، هو ملف CMD، تضغط على كليك الماوس أيسر ضغطة واحدة ثم تدير كليك الماوس أيمن وتدير لصق. بعد ما درت لصق تضغط انتر، خلاص كملنا الخطوات. تو بنسكر النافذة هذه، سكر النافذة هذه، سكر هذه، سكر أيضا هذه ودير نعم. تو الجهاز حيدير إعادة تشغيل. تمام، رجعنا للنافذة الأولى اللي هو إدخال الرقم السري. فإحنا إيش ندرنا؟ إحنا عدلنا اللي هي بطمة سهولة الوصول اللي هي هذه، اللي هي هذه يوتلمان، غيرناها باسم CMD، غيرناها باسم CMD. فلو ضغطت عليها
يظهر لك اللي هو السي ام دي اللي هو هذا، لان السي ام دي غيرت اسم اليوتيل مان، فاصبح اليوتيل مان هذه هي الكوماند برومت اللي هو السي ام دي. ممتاز، من هنا نبغوا نعرفوا شنو هم المستخدمين. انا اهم شيء وصلت للنافذه هذه اللي هي الكوماند برومت، تضغط على تكتب نت يوزر باش تعرف شنو هو اليوزر، تضغط انتر. قالك اليوزر فيه الادمن وفيه الجست، فيها هو الادمن ادمنستريتور وفيه احمد باهي. فهنا كيف واضح في ادمن وفي احمد، فخلينا نختار احمد اللي هو نبي من خلاله نخش عليه بدون ما نغير رقم، بدون ما ندخل رقم سري. فتكتب هنا نت يوزر، يعني بسبيس اكتب نت بعدين سبيس يوزر بعدين سبيس تكتب احمد كيف مكتوبه، ثم دير سبيس واضغط نجمه ثم انتر. يقول لك اكتب الرقم السري، انا ما بيش رقم سري خلاص تعبت وزقت من الرقم السري، فاضغط انتر ثم اضغط انتر مره ثانيه. هيك اصبح اسم احمد هو، لو ضغطت عليه نقدر نخش على ويندوز بدون ما نضغط عليه، بدون ما ندخل رقم سري. فلاحظ تو لو ضغطت على احمد هيك دخلني على الويندوز 7 بدون ما يطلب مني رقم سري. وهذا هو بالنسبه للفيديو، نتمنى تكونوا استفدتوا معي. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.